بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تقرع ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات الحقوقية منذ بدء الهجوم الروسي. رئيسة البعثة الأممية ماتيلدا بوغنر أشارت إلى سقوط آلاف القتلى من المدنيين، إضافة إلى مئات الاعتقالات التعسفية التي نفذتها روسيا. منذ 24 فبراير تحققت مهمتنا من أن 416 شخصا على الأقل كانوا ضحايا للاعتقال التعسفي والاختفاء في الأراضي التي يحتلها الاتحاد الروسي. بوغنر نبهت إلى رفض موسكو زيارة أممية لمراكز الاحتجاز، مؤكدة موافقة كييف على زيارة سجونها لبحث ارتكابات سجلتها القوات الأوكرانية. وأعربت بوغنر عن القلق بشأن الوضع الصحي في المعتقلات الروسية، حيث يعاني الأسرى من أمراض معدية بما في ذلك التهاب الكبد أو السل. وحثت موسكو على الإفراج الفوري عن عدد من أسيرات الحرب الحوامل. يعد ذلك الأكثر إثارة للقلق، عانوا التعذيب وسوء المعاملة، وافتقروا في بعض الأماكن إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية والصرف الصحي. البعثة الأممية نبهت إلى تعرض أسرى الحرب للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وهو ما يرقى لأن يكون جريمة حرب.